اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، بدايه اسبوع سعاده وهنا على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا القناه الاولى. النهارده مع بعض المطبخ بتاعنا تدريبي، نعتبر ان هو تربوي لكل مبتدئين المطبخ. هنقول الف باء مطبخ مش قوي كده. معانا مقلوبة النهاردة، المقلوبة بتختلف عليها الأقاويل، البعض يقول لك دي بتاعتنا، بتاعت بلدنا، ده سلو بلدنا، المقلوبة اللي يعملها تاخد اللقب بتاعها. أنا هعملها النهاردة بخفة دم مصرية، مقلوبة بالبتنجان مع اللحم المفروم، هنشوف نعملها مع بعض إزاي، وهل ممكن نعملها بالأرنبيط، نعملها بالفراخ، الكلام والإجابة هنشوفها من خلال الحلقة إن شاء الله. معانا كوسة النهاردة لطيفة وجميلة خضراء، لسه طازة، هنعملها شوربة النهاردة بالكزبرة. الكوسة مفيدة للقلب، من الخضروات الجميلة جدا للقولون واللي بتساعد على الهضم، هعملها النهاردة شوربة مع الكزبرة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واحنا محتاجين في ايام الشتاء الشوربة اللطيفة الحلوة اللي تدينا طاقة وتدينا دفء. معانا معركة النهاردة ما بين الفطير المشلتت والقرع العسلي، الاتنين بيتنافسوا على الطعم، كلنا عارفين طعم الفطير المشلتت من الصعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو، مع القرع العسلي من خير أرضنا، الاتنين هيجمعهم كسرولة واحدة ونسميها أم علي بالقرع العسلي. حلقة مهمة جدا، مفيدة جدا، هنستفيد منها معلومة غير معلومة، وهي مفيدة جدا للمبتدئين في المطبخ، وخاصة الحبة تخش المطبخ تعمل اختراع. مقلوبة بالأرنبيط والدجاج، المشكلة لما أعملها باللحمة المفرومة بس على طريقة المغازي. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. نخش على اللي بعده، لمعركة بين الفطير المشلتت والقرع العسلي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، ونفصل ما بين المعركة وما بين الفطير المشلتت بشوية مكسرات، شوية جوز الهند، شوية عسل أو سكر، شوية فانيليا والحليب. قرع العسل بيتجاب يتسلق في قليل من الماء ويتهرس كده يبقى بوريه. معانا فطير مشلتت مقطعينه جاهز، معانا تشكيله من المكسرات يا عم الشيف، نبدا ندعمه بالسكر والفانيليا. الله، فانيليا عينيا اهو، وادي السكر زي الفل. فطير مشلتت سكر فانيليا شويه زبيب، يا سلام على الزبيب ده لما يستوي مع القرع العسلي اهو، ينزل كده اهو. معركه اهو، بدعم القرع العسلي بكثير من المكسرات، فول سوداني لو عندك لوز تبقى احسن مني، عندك عين جمل تبقى جودتي اهو زي الفل. معانا شويه جوز الهند، بندق، مش هيقول لا يا بندق، خرجنا بيحب البندق، ده جوز الهند. نشوف ايه قصه الليل المعركه. سكر، ممكن تحطي بدل السكر عسل، الزبيب انا عاشق للزبيب لما يطرى كده مع القرع العسلي، وحليب، لا مش هحط نشا، يعني هي لو عايز فكره والله العظيم، الله عليك مخرجنا شاطر، بس واضح انك بتنافسني يعني. لو حطينا معلقتين نشا هنا مع القرع العسلي ده بقت مهلبيه القرع العسلي، وخاصه وخلاص اغرفها في اطباق وقدميها، زينها بفراوله، زينها بشويه قرفه ناعمه، وادي طبق تاني اهو، لا زي ما هي، الله عليك يا استاذ رحم، زي ما هي، ادي القرع، ادي الفطير اللي مشلتت معايا زي الفل. هاخد القرع العسل ده كده وانزل بقى هنا كده اهو اهو، الله عليك، اللي هياكل من الطبق ده هيدعي لي، خاصة في أيام البرد والشتاء، بيقولوا في مطر النهاردة، اعملي دي النهاردة وادعي لي، الدنيا هتتلج بره وتجيب مطرة ولا هتحس بحاجة. قرع عسلي، فطير مشلتت، يعني سمنة بلدي، يعني الخير بتاع الريف المصري والصعيد المصري، مع حليب كامل الدسم، مع شوية مكسرات من درج التلاجة اللي مركونين عندك. حطي عسل بدل السكر، خليك احسن مني. مش عايزه تحط اي سكريات، عادي هو القرع العسل الكفيل بالسكريات بتاعته. وننزل بقى كده يا عم الشيف على فين بعد كده، على الفرن، ونسمي بسم الله ونحطها في الفرن. دي اسمها معركه بين الفطير المشلتت والقرع العسلي. هو مفيش اكله اسمها المعركه، بس انا يعني تعبير برضو مجازي ان الاكله دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وما تجيش تقول لي انا بعمل دايت خالص. على فين؟ على الفرن. بس انا هعمل تركية كده، معايا زبده حلوه كده، بحط مكعب زبده بدل القشطه البلدي، ما لقيتهاش وانا جاي، كان الراجل لسه قافل، قال لي هتيجي الساعه 2، قلت له الساعه 2 بكون خلصت هوا يا غالي، احط زبده كده بدل الايه، بدل القشطه. والله انت عندك قشطه بلدي بقيت احسن مني. ادخلها الفرن، ادخلها الفرن
اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي 180، أدخلها لمدة 10 دقايق ونبص عليها بعد كده. يلا باي باي. جيبوها لي. يلا تمام زي الفل. طيب المقلوبة على النار. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي يا شيف؟ صينية القرع العسلي مع الفطير المشلتت، الشيف المغازي سماها معركة لمكوناتها الجميلة. اللهم صل على النبي. مطبخنا على شاشة القناة الأولى بنشوفه دايما رؤية فن إبداع. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.